السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا التمرين رقم 5، عبارة عن دبوس أو كليب. تمرين بسيط خالص، كل اللي هنعمله إن احنا هنرسم المسار ده ونستخدم أمر السويفت علشان نخلي البروفايل الدائري بطول المسار ده. خلينا نبتدي رسم. نعمل بارت جديد، نخلي المشهد أبيض، نيجي على الفرونت بلين ونعمل سكتش ونرسم كونستراكشن لاين أو خط سنتر لاين بطول 68 ملي. خط من النقطة دي للنقطة دي، بالشكل ده كده. بعدين نرسم الدايرة دي، نص قطرها 12.5 وقطرها 25. خلي الدايرة دي مع النقطة دي coincident، والنقطة دي مع النقطة دي vertical، ونقول له إن قطر الدايرة دي 25 ملي. تمام، نخلي دايرة مثلا for construction. نبتدي نرسم الخط ده، بيبعد عن مركز الدايرة دي 24.5، وارتفاعه عن الخط ده 10.5. بالشكل ده كده، بعد منتصف الخط عن مركز الدايرة 24.5، وارتفاع الخط عن الخط ده 10.5. بالشكل ده كده، نبتدي نرسم دايرة من مركز الخط ده، بالشكل ده كده. نص قطر الدايرة دي 5، نقول له إن نص قطر الدايرة دي 5 يعني قطرها 10. خلي الدايرة دي construction geometry. نرسم خط تاني، نمس الدايرة دي من فوق ونمس الدايرة دي من تحت، نقول من الخط مع الدايرة دي tangent، والخط ده مع الدايرة دي tangent، بالشكل ده كده. وأجي أقص الزيادة دي من هنا بالزيادة دي. تمام كده، أبتدي أرسم الخط التاني ده اللي بيبعد عن الخط ده 5.6، وبعد عن مركز الدايرة دي 36.3. من هنا لهنا 36.3، وارتفاع 5.6. ارتفاع من هنا 5.6، صغره شوية كده، ونبتدي نرسم دايرة بنفس القطر اللي هو 10، يعني الدايرتين دول يبقوا متساويين في القطر. خلي دي construction geometry، وابتدي ارسم برضه center line يمس الدايرة دي من الأسفل والدايرة دي من الأعلى، بالشكل ده كده. tangent من هنا
مع الدايرة دي تانجنت وأس الزيادة ابتدي ارسم الخط التاني ده اللي بيبعد عن مركز الدايرة 53.2 وارتفاع 10.5 ارسم سنتر لاين بالشكل ده كده تلاتة وخمسين واتنين من عشرة وهيبقى ارتفاعه هو نفس ارتفاع الخط ده فأخليه هوريزونتال وأبتدي أرسم دايرة تانية من المركز من منتصف الخط ده وقطرها مساوي قطر الدايرة دي وأبدأ أقلل الدايرة دي construction وأبتدي أرسم خط بيمس الدايرتين دول اللي هو الخط ده هيمس دايرة من أعلى الدايرة دي من أعلى والدايرة دي من أسفل بالشكل ده كده طوله كده قص الزيادات دي كده فاضل لنا اننا نرسم نعمل نقطة في المنطقة دي كده ارتفاع 9 ملي وبتبعد 63.5 نعمل نقطة كده ارتفاع من الخط ده 9 ملي وبعد النقطة دي عن المركز ده 63.5 بالشكل ده كده وابتدي ارسم خط من النقطة دي هيمس الدايرة دي اقول الخط ده تانجنت مع الدايرة دي اقول خلوني وورك كونستراكشن واقص الزيادات دي بالشكل ده كده كده انا عملت المسار الداخلي ده كله اختار المسار ده كله اعمل سيلكت تشين واخليه خط عادي واجي على الفيتشرز والسويبت سيركولار بروفايل اختار الخط ده واقول له ان القطر عندي 4 ملي بالشكل ده كده زي ما هو موجود في الرسم كده رسمنا الدبوس أمر سويت سهل كل عليك إنك ترسم بروفايل والمسار وتحدد البروفايل والمسار وتعمل سويت شكرا